Now we begin with the first objective. نبدأ بالهدف الأول وهو حل التمرين السابع من كتاب النشاط صفحة 21. To do exercise 7, activity book page 21. Now we've got exercise 7. Complete the postcard. إذن التمرين السابع وهو يتكلم عن قاعدتين. يقول أكمل the postcard, البطاقة البريدية. نعم هذه الرسالة يعني أو البطاقة البريدية. With a or the. إما a أداة نكرة the معرفة. Some, any, all or many. أدوات الكمية كما تعرفنا إليها في الدرس الماضي. Some بعض. أوكي مع المعدود وغير المعدود وتأتي في الجملة المثبتة. Any أي مع المعدود وغير المعدود وتأتي في النفي والسؤال. All كل مع الاسم المعدود وغير المعدود. Many الكثير أو العديد تأتي مع الأسماء المعدودة الجمع. Okay now. We've got this text. الآن هذا النص. Okay. Hi Jamal. مرحبا يا جمال. I'm in Istanbul. أنا في إسطنبول في مدينة إسطنبول. I didn't realize what a huge place this is. لم أدرك كم هو كبير هذا المكان. This is يكون. Do you know? هل تعلم how كم عدد how people live يعيشون. Yes. طيب نأخذ الفراغ الأول. Yes. Do you know how كم عدد الناس. نعم. Yes. مرام خالد معلش نعطي مجال آخر. تفضل. Yes. Many أستاذ. How many. برافو أحسنتي. How many people. How many people. كم عدد الناس live in city يعيشون في المدينة. أوكي الفراغ الثاني. Yes, Sindus. نعم. ماذا نضع في الفراغ الثاني؟ نعم. The city. أحسنتي. تمام. The city. نضع إذن the city في المدينة. إذن أعود إلى السؤال الفراغ الأول. How many. إذا تذكروا أخذنا كلمات السؤال. أوكي. What. ماذا. Where. أين. وين. متى. إلى آخره. وذكرنا how many. كم عدد. وإن ال how many تأتي مع الاسم المعدود. تمام. والهاو ماتش مع الاسم غير معدود. اوكي الهاو ماني كم عدد الناس. البيبل ناس اسم معدود. اوكي مفرد بيرسون شخص. بيبل اشخاص. طيب فنقول هنا هاو ماني بيبل كم عدد الناس او كم هم كثيرين الناس يعيشون ان ذا سيتي في المدينه. طيب مور ذان 12 مليون اكثر من 12 مليون. اتس نويزي اند بيزي انها صاخبه ومكتظه. But very exciting. لكنها مثيرة جدا ممتعة جدا. Today we sailed across. اليوم نحن أبحرنا عبر بوسفورس. بوسفورس. بوسفورس هي منطقة البوسفور في إسطنبول. Yes. ماذا نقول؟ Okay. سيرين. أستاذ من حزي. نعم. أحسنتي. تمام. The Bosphorus. برافو. أحسنتي. إذن across the Bosphorus. عبر البوسفور. طبعا البوسفور. كما ذكرنا اسم منطقة أن أسماء المناطق والأقاليم والبلدان المركبة نستخدم ذا أداة معرفة. To visit لنزور islands الجزر. ماذا نقول العديد ولا كل الجزر ولا بعض الجزر. ومسمي الجزر اسمه The Princess Islands. Princess Islands يعني جزر الأمراء. يعني ما راح يزوروا يعني فعليا كل الجزر أو الكثير من الجزر. يس واضح المعنى. يس إسراء. أستاذ بنقول سام. برافو أحسنتي. تمام. سام آيلاندز. إذن بعض الجزر يعني هو بهذا اليوم قديش بدي تزوروا كم جزيرة. بعض الجزر. The Princess Islands الجزر الأمراء. نعم كما ذكرنا. إذن يعني حتى هو محددين جزر الأمراء. They lie هي تتوضع يعني هذه الجزر تتوضع أو تقع just تماما outside خارج سيتي المدينة. تكلم عن مدينة طبعا مدينة اسطنبول. نعم يس حليمة عبد الله. The city. The city. برافو. The city. أحسنتي. تمام. The city المدينة صحيح. إذا المدينة طبعا تكررت هنا للمرة الثالثة. أوكي فصارت معرفة. ذكرنا نحن سابقا قلنا أن نبدأ بالنكرة وننتقل إلى المعرفة أو عند ذكر اسم المرة الثانية يكون في المعرفة ذا. تسيتي المدينة. yes. it's quiet. إنها هادئة and peaceful there وآمنة هناك.
There aren't, لا يوجد، نفي. لاحظوا هنا نفي. There aren't cars، سيارات. يس، ماذا نقول؟ لا يوجد يعني أي سيارات على هذه الجزر، ما في سيارات. يس يس. السؤال الأساسي إيمان ستي إيه؟ أني برافو أحسنتي. Any cars، برافو أحسنتي. هنا استخدمنا there aren't any cars، لا يوجد أي سيارات. السبب any إنه الأني إنها تأتي مع غالبا مع النفي والسؤال، ما هيك؟ جملة منفية. نعم. لا يوجد، لا يوجد أي سيارات. أوكي any cars. يس. السبعة هلا ترانسبورت، النقل. نعم نقول يعني كل النقل مثلا. يس ماريا ترانسبورت اون ايلاند. يس نعم. ماذا نستضيف هنا في الفراغ؟ سبعة ترانسبورت النقل، يعني كل النقل. طبعا هنا الجملة السبعة والثمانية يعني نفس المعنى. نقول كل النقل على الجزر، نتكلم عن جزر الأمراء. is provided by horses and carts، يعني يخدم من قبل الأحصنة والعربات، العربات التي يجرها الأحصنة. نعم أستاذ إيلي. all، yes all transport، all transport on the on islands، كل النقل على الجزر، على الجزر. أوكي الجزر هنا نعم. ماذا نقول؟ جزر معرفي، ما هيك؟ ذكرت المرة الثانية. نعم نعم أستاذ إيلي. كمان إيلو إيلي. أوكي الأول استخدمناها بالفراغ السابع. نعم غزل. طيب thank you فاطمة، thank you. الفراغ الثامن يس غزل أيمن. إيه أستاذ بنحط they. أحسنتي. the islands، the islands على الجزر. is provided by horses and carts، إذن يخدم من قبل أو بواسطة الأحصنة والعربات. but now we are back، لكن اليوم أو لكن الآن نحن في عودتنا. and on our way، وفي طريقنا to restaurant، إلى مطعم. نكرة هنا ذكر لأول مرة، إلى مطعم for dinner، للعشاء. yes بثينة تستخدم آه. yes نعم أحسنت. الريستورانت، إلى مطعم. لاحظوا هنا آخر جملة إجا بصيغة النكرة. أوكي تو الريستورانت، إلى مطعم يعني من غير معروف هذا المطعم. أوكي إلى أي مطعم؟ نحن في طريقنا إلى مطعم فور دينر، إلى فور دينر للعشاء. ركان من ركان، يعني من صديقك ركان كاتب هذا الرسالة، هذه الرسالة. يس ناو ذيس ويندو أوف إكسرسايز 7. إذا وصلنا إلى نهاية التمرين السابع. Okay. Now we've got this question. They ask what تقييم. Choose the correct answer. سؤال سهل وبسيط جدا. There aren't some or any cars. Yes. Which is correct. أيها صحيحة. There aren't or any cars. Yes. فاطمة مصطفى. أني. أني أحسنتي. تمام. There aren't any cars، إذا لا يوجد أي سيارات. أوكي صحيح. إذا بما أنه يوجد لدي نفي، وقلنا أن في حالة النفي والسؤال نستخدم الأني أداة. أوكي أني. يس أي، لا يوجد أي سيارات. Thank you much.